حياكم الله مشاهدينا في بودكاست قبل العصر. بالتأكيد سنبقى متضامنين مع القضية الفلسطينية، واليوم تحديدا في هذه الحلقة حبينا نحن نتكلم عن جانب مهم يساعدنا على هذا التضامن في القضية الفلسطينية، وهو الجانب التاريخي. كل شخص فينا اليوم إذا تعرف على هذه القضية بالتاريخ وفي كل ما حدث من أمور تخص القضية الفلسطينية بيساعدنا أكثر باستخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي لنعلن عن هذا التضامن بشكل واضح وبشكل أقوى، وما ننسى دور الإعلام وتأثيره على في كافة الحروب وفي كافة المواقف السياسية. فرسالتنا اليوم تكون في جانب تاريخي جدا مهم في تاريخ فلسطين وفي وعد بلفور وجوانب أخرى وأثر التاريخ على الأجيال في طرح هذه القضية بشكل مناسب بالتأكيد. وراح يكون ضيفنا الدكتور حمد القحطاني، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في جامعة الكويت. تابعونا. حياك الله دكتور، ويمكن تكلمت أنا في المقدمة عن مدى أهمية توثيق بعض المعلومات التاريخية للمشاهدين، بحيث أن إيمانهم بالقضية يستند على حقائق ممكن فعلا يوضحونها للآخرين بمختلف الوسائل والسبل اللي يقدرون عليها. فودي في البداية نتكلم عن تاريخ دولة فلسطين وتأسيس القدس بهذا المحور تحديدا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على هذا اللقاء بمناسبة حقيقة الأحداث اللي موجودة في غزة والتهديدات اللامبرر لها لدولة العدو الإسرائيلي الصهيوني. وفي الحقيقة يعني وفي هاي بمناسبة نشكر الحقيقة طبعا القيادة السياسية الكويتية والحكومة الكويتية وكذلك الشعب الكويتي الذي ظهر في ساحة الإرادة والذي وقف في حقيقة مع قضية فلسطين. والكويت في حقيقة هي دائما مع قضية فلسطين منذ بداية هذه القضية. طبعا فلسطين هي أرض يعني عربية وفيها القبائل الكنعانية وفيها قبائل عربية من شبه الجزيرة العربية. عفوا، عندما أتكلم عن فلسطين أولا لابد أن المشاهد الكريم يعرف أن مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع. مساحة فلسطين 27,000 كيلومتر مربع، منها 22,000 لدولة العدو الإسرائيلي الصهيوني و 5,000 وحوالي 600 للسلطة الفلسطينية التي ظهرت في الحقيقة بعد اتفاقية أوسلو عام 1994. وغزة مساحتها يعني 365 تقريبا يعني كيلو متر، يعني مساحة يعني صغيرة جدا وفي كثافة سكانية. في الحقيقة عندما نتكلم عن لابد أن نتكلم عن الناحية التاريخية. صح. طبعا كما هو معروف أن أرض فلسطين هي أرض الديانات السماوية، سواء كانت التوراة، الإنجيل، المسيحية، اليهودية، وفيها طبعا كثير من أنبياء إسرائيل وهو نبي يعقوب، وحنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. كذلك هناك حقيقة نبي سليمان وكثير. عندما نتكلم عن مدينة القدس، مدينة القدس، المدينة هذه يعني لا بد للمشاهد أن يعرف أن هذه المدينة مقسومة إلى قسمين، هناك الضفة الغربية وهناك الضفة الشرقية. نعم. الضفة طبعا فلسطين من الناحية التاريخية كان طبعا دولة الخلفاء الراشدين وكذلك الأمويين والعباسيين والمماليك وكل والدولة صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية إلى أن وصلنا إلى الدولة العثمانية التي مثل العالم الإسلامي كانت طبعا تحت الدول الإسلامية، إلى أن في الحقيقة يعني دخلنا في عملية الاستعمار. طبعا الاستعمار البريطاني، الاستعمار البريطاني الذي بدأ بعد الحرب العالمية الأولى عام 1900، الحرب العالمية الأولى عام 1914 إلى عام 1918. بعد ذلك قامت الحرب العالمية الأولى بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا والدولة العثمانية، وطبعا والعرب يعني اللي مع بريطانيا واللي ضد الدولة العثمانية. بعد ذلك انتهت الحرب العالمية الأولى عام 1918، وهذه من النقاط المهمة التاريخية التي يجب أن
البحر. صح. لما انتهت طبعا بريطانيا والاستعمار الفرنسي كانوا شغالين على كيف يقسمون طبعا الدولة العثمانية الرجل المريض، وفعلا قسموها باتفاقية سايكس بيكو المشهورة. سايكس بيكو ما هو إلا وزير خارجية بريطانيا وفرنسا، قعدوا على طاولة وقسموا هذه المنطقة فلسطين على منطقة معان قبل أن تكون حتى يعني عمان، كان معان أشهر من عمان. ثم العراق لبريطانيا، سوريا دمشق، ولبنان بيروت للفرنسيين. الموصل كان للروس قبل الثورة البلشفية، لأن هناك الثورة البلشفية على قيصر الروس عام 1917، فتحولت روسيا إلى طبعا اشتراكية شيوعية، فانسحبت منها فأخذتها طبعا البريطانية. هني طبعا على فكرة هناك في حركة صهيونية سياسية، وهناك ديانة يهودية. اليهود كانوا موجودين موجودين يعني حتى في يأتي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم عرب وقبائل عربية لها عادات ولها تقاليد، وموجودين في الحقيقة في فلسطين قبل يعني في العصور المختلفة، لأن هذه الديانة موجودة في فلسطين. فهذه الجزئية تحديدا احنا الحين على قولتهم حطينا الأساس في الجوانب التاريخية. بحيث ان الرؤية تكون واضحة. واحنا ايضا يعني بينا فكرة اليوم وجود الصهاينة في الحركة الصهيونية واليهود كتاريخ اليهود موجودين منذ يعني منذ الأزل، من فترة قديمة جدا. كان هناك في يهود في الكويت، كان هناك في العراق، كان هناك في الصحراء. بس أبي أنتقل معك إلى وعد بلفور تحديدا وبداية الحركة الصهيونية. أنا بتكلم عن وعد بلفور وبتكلم وبعدين برجع على تقسيم القدس. تفضل. هذه النقطة مهمة. تفضل. طبعا هناك في تيودور هرتزل، هذا يهودي نمساوي من أهل فيينا، فيينا عاصمة النمسا. اليهودي هذا بدأوا يتحركون، يقول ليش حنا ما لنا دولة، ليش ما عندنا يعني، بدأوا يدخلون في وجود دولة يهودية طبعا سياسية، يبحثون عن دولة. نعم يبحثون. وبعد يفكرون إن بدنا دولة، وفعلا عقد أول مؤتمر للصهيون. الصهيون على فكرة هو جبل في فلسطين اسمه صهيون، جبل صهيون معروف في بالقرب من القدس. فاجتمع أول اجتماع لهم في سويسرا في بازل، في مدينة أول مؤتمر للصهيونية. وطبعا وحضر طبعا كل اليهود وكل الساسة من كل دول العالم، وبدأوا يفكرون بأن يكونوا هناك. بعضهم قال في الأرجنتين، بعضهم قال في البرازيل. في النهاية اتجهوا على أن تكون فلسطين هي المقر، لوجود هيكل سليمان الذي طبعا يدعونه، لوجود طبعا ديانة يهودية، لأن فلسطين مركز الديانات اليهودية، وكذلك مكان لإسرار الرسول صلى الله عليه وسلم من قبة الصخرة إلى السماء العليا. وفعلا بدأ هنا طبعا بدأت الساسة الصهاينة يتحركون، وبدأتهم واتجهوا إلى في أثناء الحرب العالمية الأولى إلى بريطانيا، ووعدهم بلفور. بلفور هو وزير خارجية بريطانيا. نعم. قالهم بلفور سوف يكون لكم وطنا في اليهود في عام 1900، في نوفمبر عام 1917. بعد، لأن على فكرة السلطان عبد الحميد ما سمح، وهذه من النقاط المهمة. السلطان عبد الحميد وهو السلطان الدولة العثمانية من 1876 إلى 1909 لم يسمح بهجرة اليهود. اللي موجودين موجودين، وأنا عندي بحث كامل يتكلم عن اليهود ووجودهم وحياتهم الطبيعية في فلسطين، فلم يسمح للهجرة. لما انتهت الحرب العالمية الأولى أصبحت فلسطين تحت الانتداب البريطاني. وبدأ البريطاني، فكرة بريطانيا، الانتداب البريطاني كان يسموه حكومة فلسطين تحت الانتداب، حكومة فلسطين. ما إسرائيل ما طلعت إلا اسم إسرائيل 1948، بينك فلسطين فلسطين، كل في الكتب القديمة في الأوراق القديمة كلها فلسطين فلسطين. وهذه نقطة طبعا دليل على أن فلسطين اسمها فلسطين، وهي أرض طبعا عربية. صحيح. وبدأ الاستعمار يسمح ل طبعا اليهود بالهجرة، وبدأ هناك نشأة لليهود. ثم بعد ذلك لما بدأ الاستعمار البريطاني من بعد الحرب العالمية 1920 إلى 1948،
لم يسكت الفلسطينيين، كانوا الفلسطينيين ضد هذه الهجرة وضد وجود هجرة يهودية، لأن العرب الموجودين والمسؤولين الموجودين واللي كان بعضهم يعمل في الإدارات البريطانية يعني ضد أولا هذا، قامت ثورات قبل حتى ظهور دولة العدو الصهيوني. لكن فكرة وعد بلفور يعني كانت موجودة، يعني حصلت بعد الانتداب البريطاني. لا وعد بلفور خلاص وعدهم بأن يكون هناك هذا. بعدين صار عندنا الانتداب البريطاني من 1920 إلى 1940، الانتداب البريطاني بدأ يسمح بهجرة شنو اليهود من بريطانيا ومن روس، وبدأت الهجرة وبدأوا يعملون مع الحكومة البريطانية وبدأوا يدربونهم وبدأوا يهيئونهم بأن تكون هناك لهم دولة. طبعا قامت من 1920 إلى 1940 ثورات ضد الاستعمار، مو ضد الاستعمار وما يقوم الاستعمار، ثورة البراق المشهورة 1929، ثورة 1936، ثم بدأ العرب يتحركون، العرب في هذه طبعا الفترة سواء كانت الملك الأردنية الهاشمية، الملك طبعا يعني عبد الله وهو الجد الخامس للملك عبد الله بن الثاني، بدأ الملك عبد العزيز المؤسس بدأ يتحرك، مصر في عهد فاروق بدأوا يتحركون وأنهم ضد هذا الحركة، كما نشاهد الآن في الهجوم البربري من العدوان الصهيوني الإسرائيلي على أن العرب. أمس أعتقد اجتمعوا أربع وزراء، وزير فلسطين وزير العرب السعودية والأردن، ويتكلمون أنهم وكذلك مصر أنهم ضد هذا العدوان، نفس الأوضاع اللي كانت موجودة في 43 هي نفس الأوضاع الموجودة تكررت مرة أخرى. فكانوا يتحركون بأن ضد هذه الهجرة وعدم قبول العدن، وهذا ذكره في حقيقة المؤسس عبد العزيز عندما اجتمع مع طبعا الرئيس روزفلت الرئيس الأمريكي في عام 1945. فحتى الرئيس روزفلت قال اني انا سمعت من هذا الرجل البدوي في خلال 10 دقائق ما لم اسمع من الاستخبارات الامريكيه، فعلم ان فلسطين ارض عربيه وانها ولا يجوز. فكان هناك حراك سياسي يعني قوي جدا في هذه الفتره، وكذلك هناك تبرعات حتى في الحقيقه الكويت كانت مهتمه بهذه القضيه، بل ان الكويت في الحقيقه في عام 1936 طلبوا من فلسطين من أن يكون هناك مدرسين من فلسطين، وفعلا لأول مرة يأتينا أربع مدرسين من فلسطين عام 1900 بالاتصال بين الشيخ عبد الجابر رحمه الله وأمين حسيني المسؤول عن المقدسات. فكان شوف يعني أنا يعني لاحظت إنه شلون قدرت تجيب لنا إياها في أكثر من زاوية ووجهة. بس التساؤل اليوم تبعات القرار في وعد بلفور ووصولنا إلى أن سنة النكبة في 1948 هذه تفاصيل أيضا ودنا بعطيك إياها ولا همك ولا همك. التفاصيل هذه أنا بس خلني أخلص القدس، تقسيمات القدس أوكي. للمشاهد الكريم تفضل. القدس هي مدينة القدس تنقسم إلى القدس الغربية والقدس الشرقية. القدس الغربية طبعا العدو الإسرائيلي دولة إسرائيل قامت في 15 مايو 1948، وقامت الحرب، خلينا بيجي الجزء، حرب بين مصر والسعودية والأردن والعراق في حرب عام 1948، واحتلوا الضفة الغربية، القدس الغربية احتلوها 1967 4 يونيو، هذا نقطة مهمة جدا 4 يونيو، وهذا ذكر سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد جابر مبارك الصباح في كلمته في قمة السلام في القاهرة يوم أعتقد يوم السبت من صار الأسبوع اللي طاف الأسبوع هذا، وذكر يعني شوف دائما لازم احنا نتابع الكلمات المسؤولين كتب بأن تكون الشيخ مشعل طال عمره كتب في كلمته بأن تكون هناك دولة لفلسطين قبل 4 يونيو، شوف لأن 4 يونيو هي قبل الحرب، 4 يونيو كانت الضفة الشرقية تابعة للمملكة الأردنية الهاشمية، وطلب في كلمة الشيخ مشعل أحمد جابر مبارك الصباح بأن تكون هناك دولة لفلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. فعندنا القدس الشرقية هذه احتلوها في حرب 5 يونيو عام 1967، والكويت كان لها دور مهم جدا. إذا تبون حلقة كاملة عن دور الكويت في حرب 67 أنا أعطيكم شرف في حلقة ثانية كاملة. فهني العدو الصهيوني الإسرائيلي احتل الضفة الغربية عام 1900، والآن حنا نطالب أن تكون هناك دولة لفلسطين وعاصمتها الضفة الشرقية. طبعا الضفة الشرقية شنو الأشياء اللي فيها؟ فيها المسجد الأقصى
هذا بني حسب الروايات بناه إبراهيم عليه السلام. نعم. هناك يقول بناء سليمان سنة، لأن إبراهيم بعد بنى الكعبة المشرفة سنة 1892 قبل الميلاد، عندما جاء إلى مكة وجاب سارة وجاب وزوجته هاجر وغيره، وبني المسجد الأقصى كمسجد كمكان للعبادة، وأصبح هو من المساجد، بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: لا تشد الرحال إلا لي ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد حديث الرسول والمسجد الأقصى. يعني المسجد الأقصى كان موجود قبل حتى أن يصل لي المسلمين ويفتحونه، لأنه موجود وكان مكان العبادة وأصبح. ثم هناك قبة الصخرة. ممتاز. أنا هذه النقطة اللي ودنا نتكلم عنها. قبة الصخرة هذه عبارة عن صخرة طولها حوالي 18 متر وعرضها حوالي 13 متر. قبة الصخرة أهميتها من الناحية يعني المسلمين أنه هو المكان الذي عرج به الرسول من هذه القبة على البراق إلى السماء العليا. فهذا المكان اللي الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله أسر بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. المسجد الأقصى اسمه موجود وأقصى لأنه يعني بعيد عن مكة، ولهذا في عهد عبد الملك ابن مروان أحد الخامس حكماء الدولة الأموية اللي حكم من 65 إلى 85 هجري بنى عليه قبة، وما زالت موجودة وترمم خلال عصور مختلفة، وهي اللي دائما بعض الناس لما يشوفها يحسب أن هذا لا هذا مو المسجد الأقصى، هذا قبة الصخرة التي عرج منها الرسول صلى الله عليه وسلم. صح صح. والذي بنى عليه عبد الملك من سنة 66 وانتهى البناء سنة 7 سنوات وهم يبنون هذه القبة. نعم. وفيها مصلى، فأصبحت هذه القبة من المعالم المهمة للحرم القدسي، لأن في مكان يسمونه الحرم القدسي. الحرم القدسي مساحته 144,000 كيلومتر مربع مساحته، وفي كنيسة القيامة. كنيسة القيامة شنو أهميتها هذه الكنيسة؟ لأن كان في مسيحيين وكان في يهود قبل وصول الإسلام، ولكن أهل القدس لم يسلمون لي عندما تم فتح طبعا الشام في عهد عمرو في عهد عمر في والقائد عمرو العاص وخالد بن الوليد، لم أهل القدس لأن دائما المدن كان حولها طبعا قلاع وأسوار، فقالوا إحنا ما نسلم المدينة إلا للخليفة عمر بن الخطاب. وفعلا حضر عمر بن الخطاب في 17 هجري وسلموه المدينة وفتحت المدينة. وعمر لم، وهذا من سماح الإسلام، لم يصلي في الكنيسة بل خرج، لأن لكم دينكم ولي دين، خرج خارج الكنيسة وصلى، والآن في مسجد هو مسجد عمر بن الخطاب، وفي كنيسة القيامة، وفي طبعا المسجد القبلي، وفي المسجد، وتشوف الآن وهي ما تسمى بالبلدة القديمة، تسمع في الأخبار يقول لك القدس أو البلدة، وهذه أماكن مقدسة وفيها مساجد وفيها كنائس من فترات في الحقيقة. ولهذا يجب أن نعرف أن هناك المسجد الأقصى، وهو المسجد الذي بني في 2000 قبل الميلاد، بنى طبعا إبراهيم عليه السلام. وإحنا دائما نذكر إبراهيم والرسول في صلاة في التحيات، المصلي على محمد وعلى محمد وسلم على إبراهيم وعلى إبراهيم، دائما إبراهيم هو من الأنبياء المهمين الذي بنى الكعبة، دائما نذكره حنا في صلاة يعني المسلمين. ولهذا ثم هناك المسجد الأقصى، ثم هناك قبة الصخرة. فقبة الصخرة ليست هي المسجد الأقصى، المسجد الأقصى اللي دائما للأسف الشديد أن الصهاينة دائما يدخلونه ودائما في أزمة بيننا وبينهم. ممتاز. إحنا راح أكيد نتكلم في تفاصيل أكثر ومحاور مختلفة، لكن نطلع مع المشاهدين هذا الفاصل ونرجع بعده. دكتور، تكلمنا عن قبل فاصل عن جانب في وعد بلفور، ودي الحين يعني نتكلم عن الجوانب. طبعا وعد بلفور معروف هو عندما قامت بريطانيا بإعطاء وعد وزارة الخارجية بأن يكون هناك وطن قومي لليهود، ثم بعد ذلك فتحت عندما سيطرت أصبح فلسطين تحت الانتداب. تحت الانتداب، انتداب هو يعني أن دولة تنتدب على دولة وتظل تسيطر عليها وتتابعها حتى تصبح قادرة على الاستقلال ثم تعطيها استقلالها. فهي فبريطانيا أصبحت يعني فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وبدأت بريطانيا تغذي اليهود وتنظمهم وتدربهم لين طبعا 1948. طبعا 1947 صار في التقسيم، صار في قرار التقسيم في 2 نوفمبر 1947 شهر 11. طبعا
بعد أنا قلت ذكرت أن هناك ثورات ضد البريطانيين، ثورة البراق وثورة 36، وهناك حراك للدول الموجودة في التكلفة، الملك عبد الله الأول ملك الأردن، والملك عبد العزيز، والملك فاروق، كان كلهم يتكلمون في الحقيقة عن الحد من الهجرة وإيجاد دولة لليهود. نفس الكلام نشاهده طبعا أجيالهم أو أبنائهم في الوقت الحاضر. بعد ذلك بعد الحرب العالمية الثانية 1945 تم تأسيس هيئة الأمم المتحدة. تأسس هيئة الأمم المتحدة في يونيو 1945، ثم افتتحت 24 أكتوبر عام 1945. بعد ذلك حولت القضية إلى مجلس الأمن، وقالوا يا جماعة هذه إشكالية، واليهود يبون دولة والعرب يبون دولة وفي إشكالية. وطبعا هناك ضغط من الأمريكان، الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك ضغط من بريطانيا كما هو موجود حاليا للأسف الشديد. بريطانيا وأمريكا وفرنسا وكلها طبعا تساند للأسف العدوان الصهيوني ضد طبعا شعب أهل غزة في قطاع غزة. وفعلا قسمت فلسطين إلى دولتين. شنو التقسيمة كانت؟ قسمت تقريبا يمكن أكثر شيء كان العرب 1947 وجزء يعني لليهود، ولكن للأسف الشديد العرب لم يقبلون هذا الشيء. كل الدول العربية رفضت التقسيم لأنهم طبعا ينظرون إلى أن فلسطين هي أرض، وهذا حقيقة هي أرض عربي، ولكن الواقع هناك في شيء نسمي واقع ونسمي في فكرة أو حقيقة. الواقع أن فلسطين العدوان الصهيوني للأسف الشديد أنه موجود، وهذا طبعا يعني إشكالية، ولكن العرب في الحقيقة لم يقبلوا بأن تكون لهم دولة، ولم يقبلوا هذا التقسيم، ورفضوا كل الدول الموجودة سواء كان في سوريا في العراق في المملكة العربية السعودية. نعم. رفضوا هذا الشيء. ثم بعد ذلك في عام 1900 ونشوف الخريطة هذه بالضبط، وتقسيمات الخريطة هذه في فترات مختلفة، ونشوف أنه يعني الكيان الصهيوني كل ماله ويعني يزيد طبعا يزيد. لأن بعد ذلك في 14 مايو 1948 بريطانيا أعلنت انسحابها من أرض فلسطين. بس دكتور هني احنا نشوف مع يعني فرق السنوات، لكن نشوف إلى أن وصلت إلى مرحلة بأن الكيان الصهيوني طبعا يمثل اللون الأحمر. صح، لأن كان أول شيء يعني بس يعني في بعد أقل بعد في أقل بعد منه. نعم. لأن 1948 صارت حرب بين الدول العربية، الأردن. نعم. والسعودية ومصر، واحتلوا الضفة الغربية. وأنا ودي بس نوضح مفهوم الاستيطان بعد للمشاهد. الاستيطان هو أن الشعب يأتي ويستقر في مناطق أو أرض شعب آخر ويستغله ويحاول يكون دولة ويطرد الشعب الأصلي، وهذا هو هذا ما حدث مع الكيان الصهيوني. وهذا ما حدث مع الكيان الصهيوني. إحنا نقول الاستيطان الصهيوني لأنهم استوطنوا في أرض ليست أرضهم أو مكان ليس مكانهم، وطردوا طبعا الشعب السكان الأصليين، وهذا ما يسمى به الاستيطان من مستوطنة. وهذا تسمع يقول مستوطنة كذا، عندهم مستوطنات لأنهم يكونون مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. في 48 هجروا كثير في الحقيقة من الفلسطينيين في سنة 1948، هجروهم إلى لبنان، إلى سوريا، وطبعا إلى الأردن، ثم احتلوا في الضفة الغربية كما ذكرت. ثم بعد ذلك في حرب 67 في 4 يونيو احتلوا الضفة الشرقية وهجروا 67 هجروا كثير من الفلسطينيين، حتى جزء منهم جاء إلى يعني الكويت. ثم وسيطروا على غزة وسيطروا على سيناء. فطبعا كل ما لهم، وطبعا الى ان صار عندنا يعني اوسلو طبعا. ثم انسحبت البريطانيا انتدابها 14 مايو 1900، ثم اعلن عن قيام الكيان الصهيوني كدوله في 15 مايو 1908. اول دوله تعترف بالكيان الصهيوني هي الولايات المتحده الامريكيه، ثم الدول الاخرى، ثم بدأ والصراع مستمر من أيام بريطانيين إلى الآن. فهناك في صراع حرب 48، حرب 56 بريطانيا فرنسا أمريكا، وهي حرب ضد في قناة السويس ضد مصر، ثم حرب 67، ثم حرب 73. حرب 73 طبعا انتصروا العرب وسيطروا على جزء من سيناء، ثم صار هناك مؤتمر مدريد 1991، ثم هناك اتفاقية أوسلو، ثم هناك وجود السلطة الفلسطينية في أريحة وفي غزة، ثم هناك طبعا
المبادرة طبعا العربية التي طالب أن يكون هناك كيان أو دولة الفلسطينيين عاصمة القدس الشرقية، والذي الآن العرب والدول العربية يطالبون في كل اجتماعات في طبعا في قمة السلام في السعودية بين الأسيان وبين مجلس العام، يطالبون كل بين تكون هناك دولة لفلسطين وحدودها 4 يونيو 1967 وعاصمتها هي القدس الشرقية. القدس الشرقية أصلا كانت تابعة للمملكة الأردنية قبل أن تسيطر عليها العدو الصهيوني عام 1967. ممتاز دكتور. اليوم مدى أهمية تذكير الأجيال بهذا الجانب التاريخي وأثر أصلا يعني اليوم على الشباب أيضا في المستقبل في الفترة القادمة؟ طبعا التاريخ كما هو معروف التاريخ هو الحياة، ومن ليس له تاريخ ليس له حياة، ولهذا دائما الأجيال يتم تذكيرهم بالأحداث التاريخية، قضية فلسطين مثل قضايا الإسلامية المختلفة، الغزو العراقي يعني الغاشم وكثير الحروب 48 وجود الصهاينة 56، هذه دائما يعني لابد أن نذكر فيها الأجيال، لأن عدم التذكير هو نسيان. ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولكن السؤال هني كيف أذكر هؤلاء الناس؟ ما هي الطرق حتى أذكر هؤلاء؟ أول طريقة من الطرق في الحقيقة والتي لها تأثير كبير جدا ويستمر فترات طويلة هو الإعلام. الإعلام سواء كان الإعلام القديم أو الإعلام الحديث، يعني الإعلام القديم هو كان عن طريق الجرائد قبل وجود الإذاعات، قبل وجود التلفاز، فكان هناك مثل الأهرام أسست سنة 1876، فكان الناس يكتبون في الجرائد والجرائد يقرونها الناس، فكان هناك ثم بعد ذلك أصبح هناك تذكير مثل الآن، البرنامج هذا ما هو إلا تذكير في هذه القضية. ثم أصبح هناك الإذاعات في برامج مستمرة للتذكير في المناسبات، عندما يكون هناك مثلا حرب 6 أكتوبر مصر تتعرض ذكرى مثلا الغزو العراقي الغاشم 82. ثم هناك طبعا وسائل التواصل في الحقيقة مهمة جدا وهي أسرع في الحقيقة. ثم هناك النقطة المدارس عن طريق الكتب، فلو صحيح. تفتح الآن كتب المدارس في الكويت لابد أن يكون هناك قضية فلسطين موجودة وبداياتها موجودة. صح. ودكتور اليوم يعني أنا متأكد أن الكتب أيضا يوم ما ستوثق طوفان الأقصى وفي هذه السنة تحديدا، أنا بس أبي يعني رأيك وهذا الجانب تحديدا فيما يحصل في فلسطين الآن طوفان طبعا الأقصى. في الحقيقة دائما المقاومة موجودة والإنسان يقاوم، طبعا المقاومة لها عدة أنواع، هناك يعني طبعا حتى التذكير، أنا بقولها حتى التذكير بالقضايا المختلفة، المساجد شوف هذه الأيام في الخطب الجمعة يتكلمون عن الأقصى وطواف الأقصى والأحداث، طبعا المسجد له دور جدا، طبعا دائما المقاومة مهمة جدا. نعم. والمقاومة لها عدة يعني مراحل، هناك مقاومة عن طريق الإعلام، هناك المقاومة الصامتة اللي تظهر فجأة وإحنا ما ندري عنها، يستعدون كما حدث في 7 أكتوبر 2023 عندما هاجم المقاومة الفلسطينية على دولة اليهود بشكل يعني مفاجئ جدا وإحنا ما ندري وهم قاعد يخدم. هناك المقاومة عن طريق الإعلام المستمر، فدائما تشوف مثلا مقاومة فلسطينية عندهم طبعا إذاعة عندهم تلفزيون، فدائما في حرائق للمقاومة، ولهذا في الحقيقة ما هو موجود حاليا وظهوره في المحطات التلفزيونية المختلفة هو شيء ضد هذا العدوان مهما كان، حتى لو كان هناك تأييد طبعا، لأن دائما السياسة فيها أشياء معلنة وفيها أشياء غير معلنة، قد يكون هناك أنا أعلن أني أنا معاك وأني كذا، ولكن ممكن أنا أجيك بيني وبين أقولك ترى أنا صح أنا أيدتك قدام الإعلام ولكن ما تسوي خطأ. ولهذا نلاحظ الآن هناك تراجع في الحقيقة في الرأي الأوروبي بشكل عام في الاتحاد الأوروبي، هم مع العدوان الصهيوني، ولكن يجب أن يكون هناك الأمور الإنسانية، يجب أن لا يكون هناك القتل الجماعي. يعني هذا اللي استنادا على كلامك دكتور اللي نشوفه من قتل جماعي والدم الأبرياء وتحت الأنقاض أطفال وأسر،
للأسف للأسف الشديد يعني كل العالم يشاهدون هذا الشيء. وعلى فكرة العالم في الحقيقة العالم قاعد يشوف، وهذا سوف ينعكس مستقبليا على العدوان الصهيوني. لا يعني يكون هناك لبعض مثل العدوان الصهيوني أو ميدين أن هذا الشيء، لا أنتم قاعدين تقتلون الأطفال وأنتم وعلى فكرة ليس هناك في توازن ما بين دولة العدو الصهيوني وما بين المقاومة الفلسطينية، ليس هناك توازن، وهذه نقطة مهمة. إذا دائما الحروب تكون هناك فأنت لا تتشاطر على شخص ما عنده شيء، ولكن حط الشخص هذا قوة مثل قوتك وتعال تشاطر عليه. صحيح. للأسف الشديد يعني، ولهذا يعني وضع يعني الصراحة يعني على فكرة يعني هذا ليس العدو الصهيوني ليس أول عدوان، هناك عدوان 2008 هناك عدوان 2014 وكلنا يعني معاصرين، ولكن للأسف الشديد يعني هذا العدوان صار بعد مقاومة شرسة وقوية من المقاومة الفلسطينية، وبدأ للأسف وهذا من الأشياء السيئة جدا، والعالم للأسف الشديد قاعد يعني يتعاطف مع العدوان الصهيوني وهو يعلم أن هذا العدوان الصهيوني هو يقوم بأشياء لا يمكن أن يقوم فيها ناحية إنسانية. ولكن مع الوقت طبعا الدول العربية كلها شفنا أمس الاجتماع الدول العربية الأربعة وهي طبعا دول فلسطين والسعودية ومصر والأردن كلها وطبعا والكويت وغيرها الدول أنها ضد هذا الشيء وضد هذا العمل الإنساني وأنهم لا يمكن يقبلون هذا الشيء، وهذا النقاط هذا دور يعني الشعوب والدول طبعًا في طبعا يعني الشعوب في الحقيقة يعني مهم جدا. الشعوب كلها على فكرة كل الشعوب الأوروبية اثارت ضد، لان الشعوب في الحقيقه ليس علاقه بالحكومات، ولكن الشعوب شوف في لندن هناك اقوى يعني حراك، هناك دخلوا الكونغرس الامريكي يعني دخلوا، فهذا الحقيقه يعني وعلى فكره يعني لا بد ان يوما ياتي النصر. نعم. ولكن قد يطول بالمقاومه، وما دام هناك مقاومه وما دام هناك حراك عربي اسلامي لا بد ان يكون هناك اجتماع لي طبعا منظمة التعاون الإسلامية، هناك اجتماع لقمة مصر، هناك اجتماع في السعودية، هناك طبعا حراك قوي جدا، وفي النهاية لابد أن يظهر الحق حتى لو طال المدى. نعم. واليوم يعني قوة الإعلام من الأمور المهمة في كل الحروب أن تكون موجودة وتنقل هذه الرسالة. دكتور حمد القحطاني شاكرين لك اليوم على سردك لبعض النقاط المهمة في القضية الفلسطينية، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيكم ومشكورين، وفعلا هذا هو دور الإعلام، ودائما في الحقيقة الإعلام الكويتي دائما يقف مع القضايا العربية بشكل عام، ومنها قضية يعني فلسطين. وأنا قلت لك يمكن عندي بحث كامل عن دور الكويت في حرب 67. وشكرا لكم. شكرا لك مشاهدينا. إن الحديث عن فلسطين قصير ويطول، فهي بوصلتنا وقضيتنا ووجهتنا الأولى والأخيرة، هي أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهي بلد الأحرار الذين يواجهون الكيان الصهيوني الغاصب حتى يومنا هذا ببسالة منقطعة النظير وصمود لا مثيل له، دفاعا عن أراضيهم التي دنستها الانتهاكات الصهيونية. فرغم الضيق والحزن الذي في قلوبنا، يظل أهلها واقفين في شموخ وثبات، مؤمنين بأن الطريق إلى فلسطين الحرة قد اقترب، وإن الله على نصرهم لقدير. نشوفكم على خير.